بيكم في حلقة جديدة من حلقات Oxford Discover لGrade 1، والنهاردة هنخلص Unit 1 مع بعض. هنا عندنا باقي الكلمات بتاعة الفاميلي هنتعرف عليها مع بعض. عندي كلمة Uncle، Uncle بيبقى الخال أو العم. عندي Aunt، Aunt بتبقى مرات خاله، مرات عمه، خالته أو عمته، كل دول ينفع نقول عليهم Aunt. Cousin، Cousin أي حد قريبي في العيلة، بنت عمي، بنت خالي، الناس دي. بعد كده عندي كلمة parents، parents دي اللي هي الأب والأم مع بعض، يعني الأب لوحده father والأم mother، لو حطيتهم مع بعض عشان يبقوا كلمة واحدة بقول عليهم parents، بقول my parents. بعد كده daughter، انتي لمامتك وباباكي بيتقال عليكي daughter، انتي daughter بتاعتهم، انتي بنتهم. لو انت ولد بتبقى son، يعني انت son بتاع بابا وماما. انت تقول على ماما my mother، هي تقول عليك انت my son، يبقى انت كده ابنها. بعد كده عندنا هنا speaking، بيقول عندنا بيبقى فيه زي dialogue كده بنتعلمها مع بعض. هنا بيقول hello Emma، قالت له hi Ben، بيقدم لها أخوه وبيقول لها this is my brother. Emma بترد وبتقول hi I am Emma it's nice to meet you. لما بنقابل حد وبنحب نعرفه على حد تاني بنقول له hello، وبقول اسم صاحبي اللي أنا قابلته hello Emma، قالت له hi Ben this is my brother، بيعرفها على أخوه بيقول لها ده أخويا، قالت له hi I am Emma it's nice to meet you. دي حاجة حلوة جدا إن أنا أقابلك وأتعرف عليك. نحفظ الكلمة دي كويس جدا، الجملة دي it's nice to meet you، علشان لما نقابل حد الأول مرة نقولها له it's nice to meet you. نحفظ الجملة دي كويس جدا عشان لما نقابل حد الأول مرة بنقولها له it's nice to meet you أو nice to meet you بس. بعد كده word study عندي الـ opposites. opposites يعني إيه؟ يعني كلمة وعكسها. some words are opposites. a big family، الصورة دي كده big family، هنا a small family، يبقى big opposite small، حاجة كبيرة وحاجة صغيرة. يلا نفكر مع بعض في الـ opposites. هنا number one old، حد عجوز قوي، بصوا كده الـ opposite بتاعها بقت young، حد صغير. طيب number two هنا cold، هنا بردان قوي، cold ممكن يكون الـ opposite بتاعها ايه؟ big ولا hot؟ cold opposite hot، برافو. بعد كده small اهي cupcake، صغيرة اهي small opposite big، very good. يبقى نحفظهم كويس old opposite young، cold opposite hot، small opposite big. ذكروهم كويس واحفظوهم كتابة كمان. كده خلصنا يونت 1، مطلوب مننا نحفظ الكلمات كويس قوي 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 ونحل عليهم في الورك بوك، ونعمل شير وسبسكرايب للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا زي ما انتوا بتستفيدوا. وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة نبدأ فيها يونت 2.